في ظل المعلومات التي تم تداولها منذ أيام والتي أشارت إلى توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد بلاده إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، كان اللافت غياب الأمير عن عدسات وسائل الأعلام لتتراوح التساؤلات بين حضوره الحفل أو تغيبه عنه لأسباب أمنية، فما القصة؟ وفي التفاصيل، نجحت الصين في تنظيم حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية في العاصمة بكين، وضمن احتياطات احترازية لافتة ظهر جميع الأولمبيين المشاركين في الحفل وهم يرتدون الكمامات، وجرى الحفل بحضور الرئيس الصيني على أرضية ملعب عش الطائر. لكن صحيفة رأي اليوم رصدت العديد من اللقطات التي وثقت غياب ولي العهد السعودي عن حضور الحفل الافتتاحي، وأظهرت الكاميرات الناقلة بالمقابل حضور السفيرة الأميرة ريما بنت بندر التي تفاعلت بالتلويح عند دخول فريق بلادها، إضافة إلى حضور وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الذي ترأس وفد بلاده. وعلى الرغم من أن الصحافة السعودية كانت قد أكدت قبل ساعة من بدء الحفل حضور بن سلمان، لكن لافت أن عدسات الشاشات الناقلة لم ترصده، واقتصر المشهد على التقاط مشاهد للرئيس الصيني الذي حضر للمنصة إلى جانب رئيس اللجنة الأولمبية. ولعل عدسات الكاميرات التقطت كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حضر حفل الافتتاح وجرى نقل وصول طائرته للعاصمة الصينية، إضافة إلى ظهور مقاطع مصورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقبال نظيره الصيني له قبل ساعات من الافتتاح في الملعب. واللافت بحسب صحيفة رأي اليوم كان تساؤلات منصاتية سعودية ملحوظة حول وصول بن سلمان للعاصمة الصينية من عدمه، وإذا كانت مشاركته قد تمت بالفعل، وإن كان ألغى مشاركته على طريقة إلغائها بقمتي مجموعة العشرين والمناخ الأخيرتين لأسباب أمنية أو غيرها، رغم ورود اسمه في قائمة الحاضرين أو إذا كان وصوله سيكون لاحقاً. وعلى هامش الافتتاح ويلتقي الرئيس الصيني كون بلاده تشارك للمرة الأولى بدورة الألعاب الشتوية. وكانت قد أشارت وكالة الأنباء السعودية إلى آخر الفعاليات التي شارك بها بن سلمان، وكان حضوره في مهرجان الإبل في بلاده، ولم تتطرق إلى سفره لبكين أو حضوره حفل الافتتاح في الصين.